سوى هنا ولا برا؟ كلام سلامتكم. رسالة ختام. أرجع أكرر أنني لم أمر ولن أمر بلحظة أصدق من هذه اللحظة. يقول شالح بن هدلان أخوي يوم الأخوان فلات من خلقته ما قال ذلك وذالي. فؤاد استأذنك بس استأذنك فؤاد عاد في شيء في خطركم، ما عاد ودي أمشي وعاد في خاطر أحد منكم. الجمهور وأخويا أنا وكلكم تدرون شو اللي في الخاطر، والجمهور حتى يدري شو اللي في الخاطر من ناحيتكم. قلوبنا واضحين على وجيهنا يا أبو كلام هيك اللي قلوبنا وصلنا. في مراجل 30 فل يدون التاريخ وتجسد اللحظة أن في هذا اليوم وبعد مرور 30 يوم ما بين فهد بن محمد وما بين عايض بن محمد أحدهما سيغادرنا في برايم للتاريخ، وفي برايم يمثل سلسلة جبال طويق، جبل واحد راح يغادرنا يعز علي حين أدير عيني أفتش عن مكانك لا أراك. وكأن هذا لسان حال فهد أو عايض للشخص اللي بيغادره أو للشخص اللي بيغادر الشباب اليوم بعد أن يستيقظ غدا فلا يجده بجانبه من تعود على أن يكون بجانبه لسنوات طويلة جدا وملازما له طيلة 30 يوم. غدا وإن غادرتنا جسدا روحك ستظل باقية عايض. يرتاح ترقب الحكي حرقة روح وفالك التوفيق والود والتقدير وبتذكرك لنا حاتب صوتها ورقة عسى الله لا يجزي دروب الوداع بخير وعسى الله لا يسمح خطى ساعة الفرقة. أنا كنت حسب أني نهر الموادع غير وسرقني الوجع والدمع من راحتي سرقة. فمان الكريم وحاول تركز التفكير على كل نجمة من طموحاتك الزرقاء وانا خابرك للحمل والكايدات بعير يدك